بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله تكونوا بخير. ده ديكور زي ما احنا شايفين، شكله غريب شويه بس انا هشرحه لكم عباره عن ايه. كل اسطوانه من ديه من اسفل كل اسطوانه في لمبه او وحده اناره. طيب دي او الديكور ده معمول ازاي؟ عباره عن ابلكاش. تمام، الابلكاش ده بيتلف بالقطر المعين اللي احنا عايزينه، ونبدا بعد كده ندهنه دهان فرن وبنبدا نعمله بالمنظر ده. طبعا تقدر تقسم الشكل. السلام وبركاته. السلام وبركاته. زي ما احنا شايفين كده، كل ارتفاع لكل اسطوانه تقدر تقسمه بالارتفاع اللي انت عايزه. نحاول نفتح الاضاءه. زي ما احنا شايفين شكله كويس. الإضاءة ممكن تعملها أصفر، تعملها أبيض. ده حاجة جديدة يعني، طبعا كلها إبداعات سواء مكتب تصميم وما إلى ذلك يعني. فإن شاء الله تكون الفكرة كويسة وعجبتكم.